واحد بيقول لماذا لعن الرب شجرة التين مع انها الزرع ونش؟ لان ليها مظهر من بره مورقة ومن جوه ما فيش حاجة، فكانت تمثل المظاهر التي تبدو روحية من بره ومن الداخل ما فيش. ولا ننسى ان شجرة التين تذكرنا بأوراق التين اللي آدم غطى بيها عورته، وتمثل تغطية الخطية وليس التوبة عن الخطيئة.